السلام عليكم الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو اللي كنت قلت لكم على العمل التطوعي في ألمانيا، واللي كنت قلت لكم بأننا غادي ندير واحد الفيديو اللي نشوفوا فيه كيفاش أننا نعمروا طلب استمارة، لأنه هذا العمل التطوعي كما قلت لكم في الفيديو السابق أنه كتصيفط للجمعيات بحال شكل تقريبا الخدمة. هو عمل كما قلنا راه خدمة، أي شركة بحال أي شركة كتدفع عليها باش أنك تحصل على واحد العمل عندهم. هنا كتكون كتدفع للجمعيات، الجمعيات اللي كيكون عندهم مناصب كثيرة، هادو ماشي بحال شكل الشركات اللي كيكون منصب واحد ولا جوج ولا ثلاثة. الجمعيات كيكونوا دائما محتاجين ناس، وكاين بزاف ديال الجمعيات ألمانيا اللي يمكن لكم أنكم تدفعوا لهم، اللي حطيت لكم الليان ديالهم، زعما ما عرفتش شنو، المهم حطيت لكم الليان ديالهم باش أنكم إلا بغيتوا تتواصلوا معاهم فقط أنكم كتدخلوا لذاك الليان، راه كاين تحت الفيديو اللي درت الأول على العمل التطوعي، غتلقاو تحت هذا الفيديو هذا، دخلوا لدوك العليا غيطلعوا لكم نيشان الجمعيات بحال هكا. ملي غتكليكوا عليا راه واحد كم منهم راه ديال هذه الجمعيه هذه فيا اي في كما كتشوفوا، نتو بحال هكا. دابا الا كليكيتي على واحد ليا من دوك الخمسه اللي حطيت ولا سته ولا اربعه بحال هكا حطيتهم، راه واحد منهم هو هذا. هذا كل ليا كيدخلكم عند الجمعيات، الجمعيات اللي معروفه في المانيا، الجمعيات اللي كبار، اما هما راه كاينين بزاف ديال الجمعيات، الجمعيات اللي كبار اللي يمكن لهم انهم يجيبوكم من المغرب، يمكن لهم انهم يجيبوكم زعما بهذا العمل التطوعي. كما كتشوفوا هنا ملي كتدخلوا لهادي ولا اي وحده راه كيكونوا مختلفين طلب الاستماره، يعني ملي كتشوفوا ديك هي بيفابن، ديك البيفابن وداك بحال نقولوا كترشيح، بحال كترشح عندهم لهذاك العمل التطوعي، راه بزاف ديال الجمعيات كيكونوا هذوك الاستمارات. بعض المرات كيكون اختلاف لي صغير، ولكن هما كاع الاستمارات كيكونوا فيهم اشياء اللي هما عاديه، يكونوا معلومات اللي هما عاديه وبسيطه جدا. هنا كما كتشوفوا دخلنا لهاد الجمعيه هذه اللي هي فيا اي في، اللي هي جمعيه اللي كبيره حتى هي، كتمشيو لهنا فرايفيليغن دينست ان دويتشلاند، يعني هنا راه كاين براكتيكا، زعما هادو الناس اللي بغاو يديروا ستاجات هنا في اوسلاند. هنا بالنسبه للالمان اللي كيبغاو يديروا هذا العمل التطوعي خارج المانيا، هنا بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا سواء المانيين او بغاو يديروا ستاجات، هنا بالنسبه للفرايفيليغن دينست ان دويتشلاند. كما كتشوف هنا من خلال الصوره كتشوف انه زعما واحد افريقي يعني جاي من خارج المانيا مع الالمان، وهنا كما كتشوفوا وحده زعما راه هي المانيا في افريقيا، المهم هذه التصاور غير باش كيبينوا. هنا كتمشيو هنا كتدخلوا كتجيو هنا نيشان هاي في فرايفيليغن دينست ان دويتشلاند، هنا زعما الى بغيتي تجي لعمل تطوعي في المانيا او لا عمل تطوعي في المانيا كتمشيو ليات بابابن. ليات بابابن هنا هذه هي الاستمارة اللي كنت وريتها لكم في الفيديو الاخر. دابا هنا غنشوفوها دقة دقة، غنشوفو كل حاجة شنو خصنا نعمرو، شنو خصكم تكتبو إلى آخره. من الأول غنبداو هنا كما كتشوفو الاسم الشخصي، هنا كاتب لكم بين قوسين يعني كتكتبوه كيما مكتوب في الباسبور، يعني كيما مكتوب عندكم في الباسبور تكتبوه الاسم الشخصي، الاسم العائلي، يعني بحال هنا كيفاش بعض المرات شي شخص كيكون عنده واحد السمية ولكن كيكون تعيط له بسمية أخرى ولا إلى آخره. المهم سمية كيما في الباسبور، كيما مكتوبة في الباسبور تكتبوها. هنا هي شتخاصة يعني الشارع فين انت ساكن، الهاوس نومة يعني رقم المنزل. بعض المرات حنا بحال في المغرب كتلقى عندنا بحال كتلقى حومة، ما كتلقاش الشارع، كتلقى العنوان ديالك هو حومة، ماشي ما كتلقاش السمية ديال الشارع، بحال كتقول حي هذا حي هذا حي هذا، هي هادي كتكتبو شتخاصة كتكتبو بين حي، الا كان شارع راه كتكتب شارع كذا وكذا، الا كان حومه راه كتكتب حي شنو سميت الحي، رقم ديال المنزل، هنا الرمز البريدي، الرمز البريدي اللي هو كيكون عباره عن ارقام، هنا الاوت هو المدينه بحال مثلا مدينه الرباط، مدينه سلا، مدينه مراكش، اكادير الى اخره، كتكتب المدينه. هنا كتكتب الدوله المغرب ولا الجزائر ولا تونس ولا اي دوله. هنا كتكتب الهاتف
وهنا ديال البورتابل، زعما الاحسن كتبوا البورتابل زعما داك التليفون فيكس ولا اخره، المهم يكون واحد. وهنا كتكتبوا السكايب ديالكم اللي قلت لكم في الفيديو الاخر، الفيديو الاخر اللي هضرت فيه على العمل التطوعي، قلت لكم بانه سكايب ضروري منه لانهم كيتواصلوا معكم عن طريق سكايب، واخا كتحطوا النمره تما كيتواصلوا معكم عن طريق سكايب لانهم كيديروا معكم فيديو وكيهضروا معكم. واسئله اللي قلت لكم كيكونوا اسئله اللي هما ساهلين بزاف، ماشي اسئله اللي صعاب عاديين، علاش خسرتي هذا الدومين، وكيسولوك بعض الاسئله اللي ساهلين اللي انت خصك يمكن لك انك تجاوب عليهم، وما كيكونوش اسئله اللي صعاب، ومستوى ديال اللغه ما كيكونش اللي هو صعيب اللي قلت لكم، فمستوى اللغه كيكون مطلوب الا1 الا1 اللي هو كيكون كتقرا واحد المده ديال شهرين، ويمكن لكم انكم تقراوه غير في الدار، ماشي ضروري انكم تقراوه في المدرسه، حتى الا قريتوه في المدرسه كيكون الثمن ديالو رخيص ما غاليش بزاف، وكيكون الوقت ديالو ايضا ساهل، الوقت ديالو قصير، وزعما داكشي اللي كتقراوه ساهل. الايميل ادريس كتكتبوا الايميل ادريس ديالكم، هنا الناسيوناليتي زعما الجنسيه ديالك، جنسيه مغربيه هذه الى اخره، هنا الباس نوبا يعني الرقم، رقم الباسبور ديالك، رقم الباسبور راه كلكم عارفينه، وكتمشي الباسبور ديالك راه كتلقى واحد الرقم مكتوب فيه بعض الحروف باللغه الفرنسيه، وكيكون مكتوب فيه بعض الارقام. هنا الباس قلت جبس يعني الجواز سفر عندك الى المده الصلاحيه ديالو، هذه واحد النقطه هذه ما كنتش قلتها لكم في الفيديو السابق كنت نسيتها، فمن ضمن الشروط هذا راه شرط راه باين ماشي ضروري اني نقوله، ولكن راه شرط باين انه زعما من ضمن الشروط باش انك دير هذا العمل التطوعي خص يكون عندك واحد الباسبور اللي كيكون باقى فيه مده صلاحيه طويله، زعما مده الصلاحيه كتكون المينيموم خص يكون باقي فيه المده اللي غتمشي وتجي يكون باقي مده صلاحيه، يعني يكون بواحد العام ونص باقي بحال هكا. هو اكثريه الناس اللي غيكونوا غيديروا هذا العمل التطوعي راه عادي يكونوا كيديروا الباسبور جديد، المهم اكثريه الناس بزاف اللي عندهم باسبور، ولكن بزاف اللي غيكونوا عاد غاديين يديروه بسبب هذا العمل التطوعي، دونك كتكون باقى فيه بعد 10 سنين ولا 5 سنين شحال فيه. هنا قاش ليش هنا مانليش ولا فابليش يعني واش ذكر ولا انثى، هنا جيبوت ستاتوم يعني تاريخ الازدياد ديالكم، تاريخ الازدياد جيبوت اوت البلاصه اللي تزاد فيها بحال بتزاديتي في مدينه اكادير غتكتب اكادير، تزاديتي في مراكش تكتب مراكش، تزاديتي في الدار البيضاء تكتب الدار البيضاء، المدينه هنا الدوله، هنا كتكتب الدوله اللي تزاديتي فيها. هنا واش كنتي زعما ديجا خدمتي في شي بحال شي ديال الجمعيات ولا هادي ولا هادي، واش اه ولا لا، الا كنتي خدمتي معاهم كتعطيهم لادريس ديالهم ديال دوك الجمعيه اللي خدمتي معاها ولا هذيك، المهم بحال هكا هادشي ديال اللي في اطار العمل التطوعي. هنا كيكونوا زعما المعلومات الشخصيه، هنا واش انت مزوج اولا ولا ما مزوج، هنا فاميلي شتان، هاد الاولى لاديشي هي عازب ما مزوج، هاد الثانيه هي متزوج، الا كنتي مزوج كتعزل الثانيه، كنتي عازب كتعزل الاولى. هنا شو هنا فيما يتعلق بالدراسه فماشي مشكل، راه كنت قلت لكم في الفيديو السابق كنت قلت لكم انه ماشي مشكل واش عندك الباك ولا ما عندكش، واش عندك الدبلوم ولا ما عندكش، واش عندك خدمه خدمتي عندك اكسبيرينس في مجال، عندك واحد التجربه في واحد المجال، هادشي كامل ماشي مشكل، ولكن غير هما كيكونوا هادو غير اسئله اللي عاديين كيكونوا كيسولوكم. كما كتشوفوا هنا هادو الشواهد المدرسيه الالمانيه، وكما كتشوفوا عاطينهم بين قوسين شحال ديال السنه، عاطينكم السنوات ديال الدراسه بحال دابا هذيك الاولى، هاد الاولى هذه كتعزلها كيعزلوها الناس اللي ما عندهمش شهاده مدرسيه، يعني ما عنده لا باك لا والو كيعزل هذيك الشهاده المدرسيه، الناس اللي عندهم قرا واحد 10 سنين في المدرسه راه هي هذيك المتلغه شول بيلدونغ، يعني كتعزل هذيك الثانيه. هنا الا كانت عندك كان عندك الباك ولا كان عندك بحال الباك وديبلوم هذه كتعزل هاد الثالثه هذه اللي هي شول بيلدونغ، المهم هذه ديال الناس ديال الباك، هذه الناس اللي قراو حتى الباك ولا سيزيام هذه قراو 10 سنين ولا فوق 10 سنين، هذه هي الناس اللي ما عندهم حتى شهاده مدرسيه ما قراو والو زعما ولا قراو حتى التاسعه ولا هذه. هنا بيغوس اوس بيلدونغ يعني الناس اللي داروا تكوين، الا كنتي درتي تكوين يعني خديتي الباك ودرتي واحد التكوين مهني لواحد المده ديال عام ولا عامين ولا 3 سنين ولا درتي اي حاجه كتكتب لهم هنا شحال من عام درتي، واش عام عامين 3 سنين شحال
شحال كان في هذا التكوين المهني اللي درتيه، شنو كان فيه، شنو شحال ديال المدة ديالو، وشنو هو في أي مجال قريتي هذا التكوين المهني، بحال بقى الناس اللي داروا التكوين المهني في مجال ديال الإدارة، الناس اللي داروا التكوين المهني في مجال ديال النجارة، ديال أي حاجة كتكتبوا ليهم المجال بالضبط، شنو هو المجال اللي قريتي فيه، وشحال المدة ديالو. هنا في الأول المدة ديال التكوين المهني، هنا إنا مجال، وهنا كتكوشي ليهم هاد اللعيبة هادي إلا كنتي نجحتي في هاد المجال. بحال انت راك درتي واحد التكوين المهني واخا ما تكونش نجحتي فيه كتكتبوا لهم، واخا ما عندكش فيه الدبلوم كتكتبوا لهم، الا كان عندك الدبلوم كتكتبوا وكتكوشي هاد اللعيبه هادي هي كما كتبوا هنا كتكوشيها. ومن جميع الاحوال درتي تكون مهني نجحتي فيه خديتي الدبلوم ولا ما خديتيش كتكتبوا، الا كنتي خديتي الدبلوم راه كتكوشي هادي، ما كنتيش خديتيه ما كتكوشيهاش. هنا قالك واش فايت لك كنتي في المانيا، نعم او لا، او لا لا. الا كنتي واش كنتي الا قلتي لهم يا راه غتقول لهم واش كنتي اوبير، اوبير هما هذوك اكثريه كيديروها البنات، كتجي كتكونوا داك كيقابلوا الدراري وهذه. واش جيتي قريتي الدروس ديال اللغه الالمانيه او لا، جيتي عن طريق الدراسه ولا شيء اخر من غير هاد الثلاثه هذا، كتكونشي لهم هاد الثالثه هاي يعني وحده فهادو، يا اما لا هي الاولى ناين، ولا جيتي بهذه الطريقة ولا بهذه الطريقة ولا بهذه الطريقة ولا شي طريقة أخرى من غير هادو كاملين. إلا كان نعم إمتى، يعني إمتى جيتي ألمانيا، في 2018 2019 2020 2010، على حسب الوقت اللي جيتي فيه لألمانيا أنت، إمتى جيتي لألمانيا. يمكن لك أنك تكتب لهم فقط غير السنة فتكون كافية، أو لا تكتب لهم السنة والشهر أيضا، تكتب لهم حلبة جوج 2018 ولا 3 2018، يعني الشهر و السنة. هنا كتقول لهم غير امتى كنتي الوقت. هنا قالك الا كنتي ديجا في المانيا شحال كان المدة ديال الاقامة ديالك، المدة ديال الاقامة الطويلة كاملة شحال كان. بحال بالك كنتي جيتي، الا كنتي جيتي بحال بالك توريست، بحال الناس اللي غيكونوا جاو توريست غيديروا هاد زونتيكاز هاد الاخرى هي هذه توريست، يعني جيتي توريست ولا جيتي بحال عند العائله ديالك زياره او اي شيء كدير هذيك. هنا الا كنتي جيتي لالمانيا مره واحده راه كتكتب لهم بحال جيتي شهر، كتكتب لهم شهر. الا كنتي جيتي بزاف المرات كتختار المره اللي جيتي فيها مده طويله وكتكتبها لهم، مده طويله بالنسبه للفيزا ديال الا كان الناس جاو توريست ولا هذه، المده اطول مده كتكون هي 3 شهور. الا كنتي جيتي قرايه ولا جيتي شي حاجه ورجعتي وهذه، ممكن كتكتب لهم اطول مده كنتي في المانيا. الا كانت مره واحده راه كتكتب لهم ديك المره شحال كان فيها، واخا تكون غير يومين كتكتبها لهم. الا كنتي جيتي بزاف المرات كتكتب لهم اطول مده كنتيها في المانيا. قالك هنا الا كنتي واش كنتي، الا كنتي ديجا في المانيا كنتي شي مره في المانيا، واش كنتي درتي هذا العمل التطوعي، زعما هادو بالنسبه للناس اللي كانوا في المانيا راه كيجاوبوا على هادشي كامل. الا ما كانوش الناس ما عمرك جيتي المانيا، هنا راه كتقول لهم ناين كيما مكوشيا ناين، وهادشي كامل كيبقى خاوي ما كتعمر فيه حتى حاجه. الا كنتي قلنا جيتي لالمانيا وكنتي درتي عمل تطوعي كيقول لك فين درتيه، مع هاد الجمعيه، هادو جمعيات اربعه ديال الجمعيات هنا كما كتشوفوا، وهنا اندغي يعني شي جمعيه اخرى. اذا الناس اللي جاوا لالمانيا وداروا عمل تطوعي عند شي جمعيه من هاد الاربعه فكتكوشيهم، كتختارها بحال هكا وحده. الا كنتي درتيه ولكن ماشي عند هاد الاربعه كتختار هاد الخامسه، هاد اخر كلمه كتختارها. الا كنتي ما درتيه ما والو، كنتي جيتي وما درتيش فكتخلي هادي خاويه بحال هكا. زوني هنا راه كتقول لهم بحال بلي كنتي درتي هذا الشيء، هذا درتي هذا العمل التطوعي هذه، تما كتعطيهم لادريس اولا، المهم كتعطيهم معلومات كيفاش يقدروا انهم يتواصلوا مع الناس اللي درتو معاهم هذا الشيء هذا. هنا بالنسبه للناس اللي داروا، هنا كتعاود لهم بحال بلي كنتي هذا الشيء كامل، فبزاف ديال الناس هادشي ما كيهمهمش هاد الخانات هادو، من هنا من واش كنتي في المانيا، من هنا بزاف ديال الناس اللي ما غيكونوش هادو، ما يكونوا ما تكون كتعمر فيهم حتى حاجه، لانهم اكثر الناس اللي بغاو يجيو بالعمل التطوعي ما كان عمرهم كانوا في المانيا.
الا كنتي دابا في المانيا اللي كتعمر هادشي، ما عمرك كنتي في المانيا كتخلي هادشي كامل اللي قلت خاوي هنا. الا كنتي في المانيا وكنتي شاركتي في شي عمل تطوعي، فكتعمر لهم داكشي فين كنتي شحال المده كذا 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 كذا، وهنا كتجي كتعاود لهم على داكشي، داك العمل التطوعي اللي درتي كتحاول لهم على التجربه ديالك، واحد شي كلمات خفاف وصافي عليك، كتعاود لهم على التجربه ديالك. هذه بالنسبه للناس اللي داروها. هنا كتجي اللغات، اللغه الاولى هي الدويتش، هي الالمانيه. شنو هو المستوى اللي مطلوب؟ المستوى اللي مطلوب هو هاد الغروند كانتنيس. الغروند كانتنيس هو تقريبا الا 1، كتكون عارف بحال ما نقولوا لا باس ديال اللغه، بحال ما كتعرف شنو هي انا انت هو هي الى اخره، شويه ديال الافعال، شويه ديال هادي، شويه صباح الخير، هادي هادو كيتسموا الغروند كانتنيس، يعني واحد المستوى ديال اللغه اللي ماشي هو واحد المستوى اللي مزيان، ماشي مستوى اللي يخليك انك تهضر باللغه الالمانيه تفهم كل شيء تهضر مزيان، هادي لا. فهذا كيكون واحد المستوى اللي هو بسيط وبسيط بزاف، اللي هو تقريبا ال A1. هذا الميت لغه كانت نزاد، هو الناس اللي كيكون شويه شاد شويه اللغه، ماشي حتى هو مزيان ولكن شاد شويه اللغه. هذه اللي قلت كانت نزاد، زعما الناس اللي كيكونوا مزيان كيعرفوا مزيان، ولا زاغو زعما مزيان بزاف قاعد، تقريبا كيكون بحال شكل الالمان. المهم هذا هو الكونت كنتنس. الناس اللي عندهم دابا الاي اس اللي غي مهتمين بهذا العمل التطوعي وغيقراو الاي اس، فيختاروا هذا الكونت كنتنس، يعني رقم 3. هنا الا كانوا عندك غير شويه ديال معلومات على اللغه، يعني عندك واحد شويه ديال المعلومات كتعرف شي حاجه قليله في اللغه الالمانيه، كتختار لهم هذه الثانيه. الا كنتي ما كتعرف والو في اللغه الالمانيه كتختار لهم هذه الثالثه، ولكن كما قلت لكم فاللغه الالمانيه هو شرط من الشروط، يعني تختار هاد الثالثة. بالنسبة للغة الإنجليزية أيضا هو نفس الشيء، ما عندك تا ما كتعرف فيها والو، كتعرف فيها واحد شوية هنا، كتعرف شوية بحال قاري واحد شوية عليها وهي وإلى آخره. المهم هنا النيفو غادي وكيطلع غادي وكيطلع حتى لهنا في الآخر كاينه كانت نساء، كتبقى يعني ما عندك حتى معلومه على اللغه الالمانيه. هنا ملي كتختار الالمانيه وكتختار الانجليزيه، هنا كتجي بحال باللغه العربيه، كتجي هنا كدير زاك وكانت نساء وكتكتب هنا اغافيش. هنا ثاني الناس اللي عندهم فرنسيه بحال ما عنده مثل يعني شويه ما بين وبين موين اللغه ديالو موين، كتختار بحال هذه وكتكتب اللغه الانجليزيه. الناس اللي بحال اللي كيهضروا مازال لغات اخرين، اي لغه كتهضر تعمرها، تزيد عندك الحق انك تزيد ثلاثه ديال اللغات ابار اللغه الالمانيه واللغه الانجليزيه. هنا كيقول لك فين تعلمتي اللغه الالمانيه والمده ديالها، زعما فين تعلمتيها. بحال دابا كتقول لهم الا كنتي تعلمتيها في المدرسه تكتب لهم ان اين شوله، يعني شبخاخ شوله، ولا كنتي تعلمتيها بحال في جوت انسيت تكتب لهم جوت، كنتي تعلمتيها بوحدك تكتب لهم زلبة الى اخره. اون في لانغ يعني شحال المده اللي تعلمتي فيها اللغه الالمانيه، واش قريتي واحد شهر، قريتي شهرين، قريتي 3 شهور، قريتي 4 شهور الى اخره. هنا بعد المعلومات الشخصيه ايضا هنا كيسولوكم على واش عندك زعما عندك البيرمي، لانه هذا البيرمي هو ماشي شرط ولكن مزيان الا كان عندك كيعاونك، الا كان عندك البيرمي فكيعاونك ولكن ماشي شرط من الشروط. هنا كيقول زعما يشرب ان هذه الجمله الاولى كتعني انك عندك بيرمي بحال هذا ديال المغرب، الناس اللي عايشين في المغرب يعني بيرمي وطني زعما ديال ديك الدوله اللي انت فيها. هنا الا كان عندك واحد البيرمي انترناسيونال، يعني واحد البيرمي اللي يمكن لك انك تسوق به اي دوله مشيتي كيكون معترف بداك البيرمي، حتى البيرمي المغربي فملي كتخرج لاوروبا ولا هادي راه كيكون عندك الحق انك تسوق به واحد المده ديال 6 شهور، ولكن ما كيكونش معترف به، يعني ماشي انترناسيونال. كاين البيرميات اللي كيكونوا انترناسيونال، هو اللي تختار هاد الثاني، ولكن اكثريه الناس اللي عندهم بيرمي من المغرب غيكون عندهم هاد الاولى، يعني عنده ناسيونال. هنايا كدير لهم هذه بلي انك راه ما عندك حتى مشكل، ما عندك حتى الرجي مع شي حاجه ولا هذه، بحال بقى الغبره، مشكل ديال الغبره، مشكل ديال هذه، مشكل ديال هذه. المهم الناس اللي كتكون عندهم الرجي ديال شي حاجه،
هنا الناس اللي عندهم بحال ماشي مرض ولا هادي اللي ما عندهمش اشهاق كاينه فوق كرانكون، هذه الا ما كان عندك التمرض، يعني راه ما عندي تمرض شي مرض اللي كيكون معدي ولا شي مرض اللي كيكون مزمن ولا هادي، كتقول لهم بانه راه ما عندك تمرض، هادي هي بانك راه ما عندكش شي دواء اللي خصك ديما انك خصك ديما تاخذه، بحال الناس ديال السكر ولا هادي يكون عنده واحد الدواء اللي خصو ديما يشربه كل نهار ولا كل جوج مرات في النهار ولا هادي، كتكتب لهم بانك راه ما عندكش شي دواء، ما عندكش شي دواء لانك اللي خصك تاخذه كل نهار. هنايا كتقول لهم بانك كتحتاج واحد سبيسياليديات، بحال ما تقول واحد بحال واحد الماكله اللي شنو نقولوا الناس اللي كيديروا بحال الناس اللي ما كيبغيوش يغلطوا، هذه شنو كيتسمى داك الريجيم اللي كيديروا الريجيم، بحال راه عندك واحد الريجيم كتحتاج واحد الريجيم انك ديرو، بحال في الماكله في هذه، بحال الناس اللي كيكون ما كياكلش، تكون نقول لهم بزاف ديال الحوايج، كاين ناس اللي كياكلوا بحال ما كيشربش الحليب، الحوايج اللي فيهم الحليب ما خصوش ياكلهم، هذه الى اخره، هذه بزاف ديال الناس ما يكونش عندهم هادشي، يعني ما كتكوشيش هذه. المهم هنا الحوايج اللي كتكوشيهم اللي زعما اللي بزاف ديال الناس في الحالات الاغلبيه اللي الناس خصهم يكوشيهم، هاد الاولى هادي بانك راك عندك بيرمي، هاد الثانيه هاد الثالثه هادي بانك راه ما عندك حتى الاجي حتى حاجه، ما كتعاني من حتى حاجه، هنا ما عندك ايضا ما عندك حتى مرض، هنا ما كتشرب حتى دواء، هنا ما كتحتاجش واحد الريجيم اللي هو سبيسيال، ما كتحتاجوش. هنا قال لك الا كان عندك شي الاجي ولا شي مرض ولا شي ميديكامنت اللي ديما خصك تاخذهم كتكتبهم لهم هنايا، هذه ايضا الناس اللي ما يكونش عندهم هادشي ما يحتاج انهم يعمروهم. هنا ان غابن تو فرايفيليجن دينس، هنا يعني هنا كيقول لك اين مده بغيتي انك تجي دير معنا هاد العمل التطوعي، كتكتب لهم بحال دابا هي مكتوبه تما 12 شهر كما قلت لكم في الفيديو بانه كتكون اكثريه كتكون عام، هنا مكتوبه 12 شهر يعني عام، هنا كيقول لك اين مده انت بغيتي تجي عندنا، بحال دابا ناخذ مثال هذا شهر 10 شهر 2، بحال دابا انت بغيتي تجي من واحد شهر 3 حتى 28 في شهر 2 2021، يعني المده ديال 12 شهر، غتكتب لهم بحال دابا واحد، كتب لهم واحد نقطه 3 نقطه 2020 ودير لهم، يا اما تكتب لهم بيس ولا دير بحال هكا بحال هاد اللعيبه هادي، وتكتب لهم 28 2 2021، هانتوما كيروك اين تسايت غاوم يعني اين الوقت اللي بغيتي تجي، ولا تكتب لهم الا ما عندكش مشكل بالضبط شهر ولا هادي تكتب لهم غير السنه من 21 من 2020 حتى 2021، يعني هما ديك الساعه غيشوفوا الوقت اللي هما مناسبهم اللي غيخصهم يحتاجوك فيه، وهذه وغيجي عندهم من 2020 بحال باش شهر 8 2020 حتى شهر 7 2021 الى اخره، المهم ما بين هاد السنتين هادو كيكون عندهم الوقت. هنا كتقول لهم انا يمكن ليا في اقرب وقت انني نبدا، زعما اقرب وقت يمكن ليا نبدا فيه هو، وتكتب لهم هنا كما كتشوف سون باشبيل يعني هنا المثال 10 10 2018، شو هنا 10 10 مثال 10 10 2018، يعني كتعطي من النهار كتعطيهم الشهر وكتعطيهم السنه، بحال دابا انت اقرب وقت يمكن لك انك تبدا فيه هو تبدا في الصيف تبدا في شهر 6، غتكتب لهم بحال هكا 1 6 2020 بحال هكا، هادي يعني اقرب وقت يمكن لك تبدا، بحال الناس اللي كيكونوا كيقراو الناس اللي يكونوا خدامين الناس اللي يكونوا هادي كل واحد وشنو، المهم كتعطيهم الوقت اللي اقرب وقت يمكن لك انك تبدا فيه. هنا كيقول لك شنو هما الحوايج اللي كتهتم فيهم، زعما شنو هما الحوايج الخدامي اللي بغيتي تخدمهم اللي كتهتم بهم انت اللي تقدر انك تخدم فيهم اللي انت باغي انك تخدم فيهم، كتعزل جوج حوايج مينيموم كتعزل لهم جوج حوايج، هنا التن فليغا اينغشتوم في منشن، هنا المهم التن فليغا هو الرعايه الصحيه الناس اللي كيرعاو الناس العجزه، يعني كتساعد العجزه اولا يعني كتساعدوا ثاني الناس المعوقين الاولى ديال العجزه،
ثانية مساعدة ديال الناس المعوقين كتكون كتعاونهم، وهذه ثالثة في السبيطار كتكون خدام في السبيطار، أولى الرابعة كتكون كتخدم مع الدراري الصغار، مع الدراري الصغار يمكن أنك في الدار، يمكن أنك في مراجعة في المدرسة إلى آخره. المهم كتعزل لهم جوج مينيموم، كتعزل بحال حنا نقولوا حنا بغيتي تخدم أسيدي، بغيتي تخدم يا إما في السبيطار ولا مع الدراري الصغار، كتختار لهم هذه وهذه، مينيموم تختار جوج، لو بغيت تختار ثلاثة عندك الحق أنك تختار ثلاثة، ولكن اللي أنت بزز منك أنك تختاره هو جوج. هنا قال لك علاش بغيتي انك تختار زعما انك تخدم واحد، علاش بغيتي زعما دير هاد 12 شهر يعني واحد العام تخدم في الاوسلاند، يعني تخدم خارج البلاد ديالك في هاد العمل التطوعي خارج بلادك. هنا كتكتب لهم كل واحد شنو كتب، كما انك بغيتي تعرف ثقافات جديدة، انك بغيتي تعرف هذه، كنت بغيتي تعرف هذه، المهم كل واحد والرأي ديالو. هنا كيقول شنو هما المشاكل اللي كتوقعها، زعما شنو هما المشاكل اللي تقدر انك توقعها، يوقعوا لك هذه حنا نقولوا يقدر زعما توحش البلاد ديالك، دير هذه دير هذه، بزاف ديال الحوايج انك تقدر ما تندمجش مع الناس. شنو هما المشاكل اللي انت كتوقعها، وهنا كيقول شنو عندك، شنو زعما شنو غتبغي دير مورا ما تسالي هذا البروغرام هذا، مورا ما تسالي زعما هذا العمل التطوعي، شنو تبغي دير؟ واش بحال ما تقول لهم انك ترجع لبلادك، انك زعما مورا هاد الشيء بغيتي دير اوس بيلدونغ، بغيتي تخدم في المانيا، بغيتي تبقى معاهم، بغيتي هذه بغيتي هذه، كل واحد وشنو كيقول. هنا قال لك بانه خصك انك ترد البال بانه هاد الفيزا هذه، هاد التاشيره هذه ديال العمل التطوعي، فهي فقط هذيك المده ديال العمل التطوعي صالحه، وما كايناش زعما شي ما كايناش عندك الامكانيه انك تخدم زعما ملي كتجي بهذيك الفيزا ديال العمل التطوعي اللي فيها عام 12 شهر، كتكون صالحه فقط للعمل التطوعي، وما يمكنش لك انك تخدم بها. لكن مورا ما كتسالي هذيك يمكن لك ساعه انك الا لقيتي خدمه انك تدفع الاقامه ديال العمل. هنا الا كنتي ديجا دفعتي لشي جمعيه اخرى العمل التطوعي، الا كنتي ما دفعتي لتا وحده فكتكوشي هذه، الا ما كوشيتيهاش كيعني انك راك ديجا دفعتي لجمعيه اخرى. هنا كيقول كيفاش جيتي عندنا، كيفاش لقيتينا هذه كيفاش لقيتينا، شي واحد اللي كان خدم معاهم هذه، الا كان شي واحد خدم معاهم هذه زعما عن طريق اصدقاء ولا عائله ولا شي واحد اللي كتعرفهم اللي هما اللي زعما وراوك هذه الجمعيه هذه، اولا زعما شفتي شي اشهار ديالهم، شي بلاكه ديالهم زعما في شي حدا شي يونيفرسيتي ولا هذه، هذه بالاكثريه بالنسبه للناس اللي يكونوا في المانيا. المهم انتم اختاروا هذه، اختاروا هذه الثانيه هذه زعما عن طريق العائله ولا عن طريق الاصدقاء. هادو كاملين بلاكات زعما بلايك ديال الاشهار ديالهم اللي داروها، وانتم ماشي هادشي اللي كاين. اولا هنا دوش انقضى غشاشني من الانترنت زعما قلبتي في الانترنت ولقيتيهم. مهم هاد الجوج هادو هما اللي من الاحسن انكم تكوشيو، هاد الاولى الثانيه من الفوق او الثانيه من تحت هي هذه. اما الا كتبتي لهم زونتيغز زعما شي حاجه اخرى من غير هادشي كامل، كتكتب لهم هنا كتكتب لهم شكون بالضبط، يعني واش شي مدرسه اللي قالتها لك ولا شي حاجه ولا شي اي حاجه، مهم ممكن تكون اي حاجه من غير هادشي، ولكن كما قلت لكم فمن الاحسن او المنطقي هو تكون هاد الثانيه من الفوق او لا الثانيه من تحت. من بعد ما كتسالي وديك الساعه كتكليكوا على هاد اب زند هادي هيا وكتصيفطوا لهم، وهكا كتكونوا دفعتوا الملف ديال الترشيح ديالكم لهاد الجمعيه هذه ديال العمل التطوعي. هاد الجمعيه هذه هي جمعيه اللي كبيره بزاف وكتستقطب بزاف ديال الناس للعمل التطوعي، هذاك الشيء علاش حتى الاستماره ديالها كبيره شويه مقارنه مع الاستماره ديال بعض الجمعيات الاخرى، كتلقى الاستماره صغيره. ولكن انا اختاريت باش انني نوريكم هاد الجمعيه هذه لانها جمعيه كبيره وبزاف ديال الناس كيجيو عن طريق هاد الجمعيه هذه اللي هي سميتها فيا اي في. المهم كان هذا هو الفيديو، نتمنى انكم تستافدوا منه ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.